اشتكى مواطنون من أزمة سير خانقة وغير معتادة أول أيام شهر رمضان الكريم في منطقة وسط البلد من بداية المدرج الروماني مرورا بالمسجد الحسيني وصولا لمقر أمانة عمان، الأمر الذي تسبب بتأخرهم عن أعمالهم وأشغالهم. المواطنون قالوا أن الأزمة لم تكن اعتيادية وهي مشكلة جديدة قديمة، مبينين أن المركبات كانت في حالة وقوف شبه كلي على طول امتداد وسط البلد حتى الوصول إلى إشارة المصدر. لا دائما في يعني بجوز تكلفك المرور بس بالوسط البلد وقت وقت يعني تقريبا من ربع ساعة على ثلث ساعة. نص ساعة. يعطيك العافية. الله يعافيك. طبيعة الناس بتصف على الشمال، اللي على اليمين دائما بصفوا، هي هاي بتعمل سبب الأزمة. يعني ممكن أكثر الصفاف الخاطئة. مظبوط. هاي الصفاف خاطئة والصفاف المزدوج، هي هاي السبب. يعطيك العافية شيخ، كل عام وأنت بخير. وأنت بقلب خير وصحة. كساق حافلة، يعني قديش صار لك تقريبا الوقت من هون لهون؟ تقريبا صلي من مجمع رغدان لوصلت للجامع هون بحدود حوالي تقريبا ثلث ساعة. الله أكبر. طيب. هاي طلع حتى الركاب تطلع عليها كلها. يعني ايش ترجح الاسباب؟ والله ما بتعرف، ازمه رمضان ما في وقت التعطيل يعني. السير عندهم المخالفات مزاجيه. اللي بدهم اياه بيخالفوه، اللي بدهم مش اياه بيخالفوا شيء. يعني سواء تزاوج، يعني على وقوف تزاوج، سواء تضليل السياره مع العلم سمحت الدوله فيها، بكل شيء مزاجيه. طبعا لهم ازمه لما تكون وقوف مزدوج وبده يخالف بيخالف، بده يخالف بيخالفش. والباقي عندك. الأزمة برأيي اللي هو قلب الشوارع اللي قلبها عقل بولتاتي بكل أسف يعني، وتخطيط كله فاشل.